امبارح تابعنا حادث استشهاد ضابط ورقيب شرطة في محافظة قنا في تبادل إطلاق نار مع مجرمين وخارجين عن القانون. النهاردة قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين بقتل الضابط ورقيب الشرطة. دولت المتهمين الثلاثة اللي ألقت قوات الأمن القبض عليهم وهم متهمين ب اغتيال رقيب الشرطة وضابط الشرطة الملازم أول محمود محمد حنفي. معايا اللواء محمد كمال مدير أمن محافظة قنا. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أهلا. عملية قتل الملازم أول محمود محمد حنفي ورقيب الشرطة، هل هو قتل جنائي أم قتل له علاقة بالأحداث السياسية؟ بداية نحتسبهم عند الله من الشهداء عليهم رحمة الله. لا، الحادث جنائي بحت حضرتك. كانت البلاغ اللي جالنا حادث اختطاف اثنين في عربية ربع نقل. تم ضبط احد المشتبه فيهم، تبين وجود صورة العربية على الموبايل بتاعه، وبنقشته ارشد عن باقي التشكيل العصابي اللي اشترك في عملية الخطف والسرقات بالإكراه. الحمد لله رب العالمين، إدارة البحث الجنائي والأمن العام توصلنا ليهم أثناء خروج الشهيد عبد رحمة الله والرقيب إبراهيم طايع، وكان معهم اثنين ضباط من المركز وقوة. حصل تبادل كثيف لإطلاق الأعيرة النارية، استشهد إلى رحمة الله. تم ضبط الخمس متهمين والثلاث قطع سلاح آلي، تم تحرير المختطفين، تم ضبط السيارة، وطبعا ارشدوا على عربيات تانية مسروقه من سوهاج ومسروقه من اسوان. توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، احتسبهم عند الله من الشهداء ان شاء الله. امين يا رب. اذا الحادث هو حادث جنائي ليس له علاقه بالاحداث السياسيه، لانه قيل انه والد الشهيد الملازم اول محمود محمد حنفي هو الرجل الثاني في جهاز امن الدوله، وانه كان له دور كبير في جهاز امن الدوله السابق، وانه استهداف نجله جاء انتقاما منه. هل في تاكيد او نفي او تصحيح؟ لا يا فندم، كان في اثنين ضباط معايا يا فندم، نحتسب عند الله من الشهداء وربنا يصبر اهله ان شاء الله. يا رب امين. بشكر حضرتك اللواء محمد كمال مدير امن قنا.